حجاز يا جماعة عمل النهاردة جيم عالمي على كريستيانو رونالدو، يعني عقده نساه الكورة. طبعا كان النهاردة الكلاسيكو بين اتحاد جدة وبين النصر، والنصر كان هو متقدم وكان متصدر الترتيب، وكان لازم اتحاد جدة يكسب النهاردة. وطبعا انتوا شايفين صور اهو حجازي بعد ما خلص على رونالدو في الملعب راح يسلم عليه وقال له يعني ما تلعبش مع المصريين تاني يا كريستيانو. اتحاد جدة كسب، رومارينيو هو اللي احرز الهدف. اتحاد جدة كسب 1-0. كانت مباراة مش كويسة لكريستيانو رونالدو الحقيقة. احمد حجازي عمل عليه جيم هايل جدا، وطارق حامد كمان كان اساسي هو وحجازي طول المباراة. اتحاد جدة كسب وتصدر الدوري السعودي، وكريستيانو رونالدو والنصر في المركز الثاني، والمصريين برضه يا كابتن عيد يعني حاضرين في كل وقت. حاضرين، والمصريين عاملين حفلة على طارق حامد عشان الكوبري. الناس بتتكلم في الكوبري وناسيين نتيجة ما هو الماتش. لما ياخد كوبري من ايوه كريستيانو رونالدو عادي، ما يعني عادي جدا، كريستيانو هو رونالدو عادي جدا. في الاخر عادي، ما زي كوبري الناس عادي. داخله بتقلل في الحته دي، انا شايف اللي هو الموضوع عادي لا جدا. طبعا ترى حامد عمل مباراه كبيره يعني، ده ما طبعا يقللش هو منه. من اهم اللعيبه كمان في فرقه الاتحاد الفتره اللي طبعا فاتت، طبعا وبيعتمد عليه بشكل كبير وعامل ماتشات كبيره الصراحه معاه. هو لعيب كمان فترات يعني من بص ريحه الجيل اللي قبل كده، يعني لعيب من ريحه الجيل اللي عنده استمراريه كبيره. فعلا فطارق بالظبط. طارق مميز، حجازي مميز جدا برضو، وإذا عنده كان الكابتن استمراريه النهارده كمان عنده استمراريه كبيره جدا وكده. كسبان 2-0 لرونالدو، يعني هو كسبان رونالدو يعني كسبانينهم في الكاس، في الكاس، كاس السوبر، ايوه فعلا وفي الدوري. يعني علمنا عليه مرتين اعلم عليه مرتين، اقول لهم مبروك. طبعا هم يستحقوا طبعا الصراحه. طبعا حاجه تفرح بصراحه. فرقه الاتحاد النهارده لو تتفرج بقى على جمهور الاتحاد قبل الماتش والدخله والحاجات الجميله، الدوري الكره السعودي اللي احنا ممتع ممتع بنعيط عشان نشوفها، يعني نشوف الحاجات دي عندنا. ان شاء الله فمتعه قريب. متعه متعه الصراحه. لا وخلي بالك كمان ميزه الدوري السعودي بيجيب لعيبه محترفه على مستوى عالي، طبعا بيدفع فلوس فبيجيب لعيبه كويسه. طبعا احنا بقينا ندفع فلوس بنجيب لعيبه انا مش عارف ده تبقى صعبه صراحه. فهي دي النقطه، السرد ارجع للسرد باكات مفيش. يعني انت عندك حجازي، عبد المنعم، الونش، يعني هتقعد تفكر شويه. بص عمال افكر عشان غاب لا عن لمنتخب مصر، اثر تاثر لمنتخب مصر. حتى لما جينا نلعب ماتش علي جبر هو اللي رجع، وبعدين علي سنه كبير. طب تقعد تفكر في السرد باكات، ما فيش سرد باكات في مصر تقدر تشيل المنتخب 3 4 سنين. وحتى الاجيال عماله يعني، مثلا الجيل اللي طالع خسر وطلع من بطوله افريقيا في الناشئين، وما نعرفش المنتخب الاولمبي هيعمل ايه الفتره ما الجايه. خرجنا ناشئين وشباب، ناشئين ما فهي دي خرجناش النقطه اصلا للبطوله والشباب ما خرج. فهي دي النقطه، هل لو هتجيب لعيب مكانه كويس انا ما عنديش مشاكل. تمام. يعني وفر البديل، البديل بالظبط، مفيش مشكله، بس وفر البديل. بالزبط. لكن حسين الشحات ويوسف انت متفق ان هم لازم، لان خلي بالك حسين زي ما عيد قال، حسين بقى له فتره مش كويس، مع انه كان في اول الدوري كان حتى الناس كلها ما كانتش بتجيب سيرته، لان حتى انا في فتره من الفترات كنت ناسي ان حسين الشحات موجود في النادي الاهلي. ادى اداء كويس جدا، اثبت نفسه، كان بيروح على جول كتير، بيجيب جوال. لا ما شاء الله هو وياسر، يعني ما شاء الله الاثنين ماشيين بمستوى كويس. يعني دايما حسين الشحات دايما بتكلم على ان مجهوده ساعات بيقل بسبب تكوين جسمه. هو جسمه ضعيف شويه، فلما بيلعب 3 4 ماتشات ورا بعض ما بيديش نفس الكفاءه، فبيحتاج ان هو يريح ماتش او ماتشين وبعد كده يرجع لي تاني. بس هو بصراحه من احسن فترات من ساعه ما جه النادي الاهلي حسين الشحات الفتره دي.